نعود إليكم مع الجزء الثاني من تطبيقات مميزة لشهر مارس. لا تنسى مشاهدة الجزء الأول. أهلاً في ابتكار. سادساً، تطبيق كورنر فلاي. معظم تصميمات الهواتف الذكية الحديثة تتميز بأطراف دائرية، على عكس معظم تصميمات الشاشة نفسها والتي تأتي بأطراف حادة. تطبيق كورنر فلاي يتيح لك تغيير شكل حواف الشاشة لتتلائم مع شكل تصميم الهاتف. التطبيق مجاني مع وجود مشتريات بداخله، وهو متاح لهواتف الأندرويد فقط، ونأمل إطلاقه لآي أو إس قريباً. سابعاً، أبلوك، وهو تطبيق يساعدك في حماية خصوصيتك، فمن خلاله يمكنك غلق التطبيقات التي تريد مثل الفيسبوك وسناب شات أو حتى مكتبة الصور بكلمة سر حتى لا يستطيع أحد الوصول إليها. كما يمكنك إخفاء الصور والفيديوهات لتختفي من الجاليري وتظهر فقط من خلال التطبيق. وبجانب كلمة السر يمكنك استخدام باترن أو حتى بصمة الأصبع. التطبيق مجاني مع مشتريات بداخله، وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس. ثامناً، بارد. بارد تطبيق وتعديل فيديو، لكنه مختلف عن المألوف. يقوم بتحليل الفيديو إلى كلمات ويسمح بإعادة ترتيب الكلمات لإنتاج مقاطع فيديو جديدة ومضحكة. ولا يقتصر الأمر على مجموعة الفيديوهات المتاحة في التطبيق، بل يمكنك رفع أي فيديو تريد من اليوتيوب والبدء في تعديله. التطبيق مجاني وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس. تاسعاً، سكاي سكانر. بدلاً من التنقل بين المواقع والتطبيقات المختلفة لإيجاد أفضل حجوزات الطيران سواء من حيث الموعد أو الأسعار، يقوم سكاي سكانر بالبحث خلال هذه المواقع وعرض جميع النتائج. ولا يقتصر التطبيق على حجوزات الطيران، بل يمكنك البحث أيضاً عن أفضل عروض الفنادق بنفس الطريقة، وكذلك استئجار السيارات. وتأتي هذه المميزات بلا أي عمولة، ويعد التطبيق وسيلة جيدة لتسهيل إجراءات السفر. التطبيق مجاني وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس. عاشراً وأخيراً، تطبيق فلايبر لينك. قد يظن البعض أنه لا حاجة لتطبيق متصفح جديد مع كل المتصفحات الموجودة حالياً، لكن متصفح فلايبر لينك مختلف، فيقدم واجهة مثل تلك الموجودة في الفيسبوك ماسنجر، فيمكنك استخدام المتصفح أثناء استخدامك لأي تطبيق آخر، وبذلك لن تحتاج للتوقف عما تفعله أو غلق التطبيق الذي تستخدمه. كما يتيح التطبيق فتح عدة مواقع في نفس الوقت وخاصية حجب الإعلانات. التطبيق مجاني مع وجود مشتريات بداخله، وهو متاح لهواتف الأندرويد فقط. شكراً على المتابعة. الروابط تجدونها أسفل الفيديو. نلقاكم الأربعاء القادم مع حلقة جديدة. أنا ريم وفريق العمل خلف الكواليس نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.